أتمنى على الله أن يكون عيدكم عيدا سعيدا وأن تكونوا بصحة جيدة، هذا ما أتمناه لكم. أتمنى لكل عالم إسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، هنا من القدس الكريم، من القدس الشريف، وأتمنى عليهم جميعا أن نبقى في أذهانهم، لأن المسجد الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم ولكنه عالم إسلامي جميعا. أطير تحيات معطرة بذكر الله لجميع الأمتين العربية والإسلامية الجسد الواحد، وأننا في المسجد الأقصى كلنا إخوان، كل الفلسطينيين أو المسلمين الذين يأتون من جميع أنحاء العالم، كنا أسرة واحد وجسد واحد، ونعتكف ونصلي قيام الليل. الله يجعل كل واحد من يشتري المسجد الأقصى يفوت المسجد الأقصى ويصلي فيه. وكل عام وانتم بخير جميعا، جميع أمة محمد، الأمة العربية والأمة الإسلامية. أزقتها، شوارعها، مساجدها، كنائسها، بيوتها القديمة، نقول لعصرانا كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إن شاء الله قريبا عندنا بالحرية، تنعموا بالحرية. مزبوط دائما فرحة وعيد، بس دائما الاحتلال فيه غصة. كل عام والأسرى القدامى بخير، كل عام والأسرى المرضى بخير، كل عام وأسيراتنا الماجدات بخير. إن شاء الله الحرية قريبا، إن شاء الله، إن شاء الله تنعموا بالحرية وتأتوا هنا وتصلون في المسجد الأقصى. بمناسبة عيد الفطر بحب أقول لكم من باب العمود كل عام وأنتم بألف خير. تحية، كل عام وأنتم بخير لعيد الفطر، ولا برضو لأهل غزة ولأهل مثلا نابلس وجنين. من القدس البلد القديمة، كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد. كل عام وانتم بخير عشان عيد الفطر. من القدس كل عام وانتم بخير.